لقاء أسامة مروى وشيرين في حفلة عيد ميلاد لنا، شاهدوا المزيد من التفاصيل. شاركت لنا اليوم مجموعة من الستوريات وكمان بوست جديد بمناسبة عيد ميلادها 19 سنة، وأطلت لنا بفستان زهري علقت عليه بإطلالة الباربي. أيضا كان ديكور الحفل كله زهري، واختارت أختها لين محمد فستان باللون الأزرق. أيضا لاحظ الجمهور أنه أسامة وشيرين بيوتي كانوا متواجدين في الحفلة وكانوا قاعدين مقابلين بعض. أترككم على الستوريات ورأيكم يخصص هذا الخبر. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's gone.